الساعه الثانيه من البرنامج كتكون حاضره معنا الدكتوره سناء العيناني، دكتوره في التغذيه وطب التجميل. دكتوره سناء، السلام عليكم، واش اخبارك؟ وعليكم السلام. لاباس عليك؟ صباح الورد، كل شيء في امان الله. اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك. دكتوره سناء، حصتنا اليوم مفتوحه باش نجاوبوا على كل اسئله المستمعات ديالنا حول التغذيه وايضا الحميه. للتواصل وطرح الاسئله ديالكم على دكتوره سناء العيناني 05 22 77 24 24. ممكن ايضا تواصلوا معايا عبر صفحه ديالي عبر انستغرام لمياء المساوي اوفيسيال، وانا غادي نوصل الاسئله ديالكم للدكتوره سناء. واول سؤال من عند فردوس من مدينه الرباط. فردوس كتقول لك بان مؤخرا زادت في الوزن 8 كيلو، مشات عند طبيب الطب العام، دارت تحاليل صحتها الحمد لله مزيانه، ولكن ضروري خصها تنقص على الاقل 6 كيلو. قالت لك انا باش نقص قررت انني نحيد السكريات بشكل نهائي، غناخذ فقط السكريات الطبيعيه اللي في الفواكه. وبغيت نعرف من عند دكتوره سناء واش هذا الشيء ممكن انه ياثر على الصحه ديالي. وقالت لك انا دغيا الى زعما الى نقصت السكريات ولا التريجيم دغيا كنقص في الوزن. السؤال ديال فردوس مزيان، لان بالفعل الى حبست السكر السريع الاصطناعي فهي غادي بشكل اكيد غادي تنقص من الوزن ديالها، ولكن هي قالت واحد الحاجه غنعوضو بالسكر الطبيعي. حتى السكر الطبيعي بدون مبالغه، حيت انت اللي تنتكلموا على الفواكه او الفواكه الجافه، فالفواكه ماكسيموم خصنا ناخذوا 2 حتى 3 الفواكه في اليوم، ونعرفوا الاوقات اللي خصنا ناخذوا فيهم الفواكه. الفواكه نقدروا ناخذوهم طور، يا اما نقدروا ناخذوهم قبل مع ديك 10 11، يعني قبل من الوجبه ديال الغداء، وناخذوهم كوجبه. مرض النقرس كنعيطوا له مرض الملوك، لان الماكله هو كيجي من اكثار اللحوم، والدواء ديالو هي اكثار الفواكه، لهذا عيطوا له مرض النقرس او مرض الملوك. والله يشافي كان جات، وهو مرض اللي غالبا ما تيكون وراثي. خص انت تردي البال، وحتى تاع خوتك ووليداتك يردوا البال انا جات. طيب السؤال الثاني، قالك شريحه الماء بزاف طبيعي، 2 شريحات قالك الماء ديالها وتقليهم مزيانين. لاغوت؟ بالنسبه للاغوت ما عنديش علم بهذا الشيء، ما نقدرش نقول شي حاجه اللي ما عرفهاش. اللي كنعرف هي انه الفواكه بصفه عامه مزيانين لمرض النقرس، وتحيدي عليك اي حاجه اللي غتطلع ماده الاسيد. طيب واضحه الفكره. وكيف ما قلتي دكتوره سناء، يعني اللحوم الحمراء خاصها انها تفادى خاصه الغنمي. البيض ايضا حتى هو ما خصوش ياكلوه، ما خصش تكثر من اي حاجه اللي غادي تعطيها لي بيغين، لي بروتين كاملين ما خصش تكثر منهم. طيب تاخذهم عاوتاني، ماشي تحرم راسها منهم، ولكن لانه ممكن تاخذ مثلا السمك، ولكن ماشي جميع انواع السمك. السمك الابيض، السمك الابيض واللحوم والدجاج مثلا ولا دان ممكن تاخذهم. تاخذه ولكن ما تكثرش، حتى زعما ما غاديش تاخذوا مثلا 2 مرات في اليوم، ما غتاخذوش حتى كل نهار. طيب يعني مره في الاسبوع ولا 2 مرات في الاسبوع مزيانه. البروتينات تقدر تاخذهم، لهاد الحيوانيات تقدر تاخذهم واحد 3 4 نوبات في الاسبوع على اكثر تحديد. طيب غادي ناخذوا خديجه معنا من اكادير. مرحبا بك على اصوات خديجه. السلام عليكم اختي كبيره. وعليكم السلام. بغيت غادي نسول الدكتوره، انا عندي الحموضه، بغيت نشوف اش الماكله اللي تحيد ما ناكلهاش. الحموضة في المعدة؟ عندك حموضة خصوصا في رمضان القرحة. عندك القرحة؟ أييه. خصك تحيدي خديجة، ربما يقدر يكون عندك فم المعدة شوية محلول. دونك خص أولا تحيدي أي حاجة، دونك هذا الشيء غادي يكون طيب لنا الجهاز الهضمي واحد شوية. دونك أي حاجة فيها الحموضة، يا إما الحوامض بصفة عامة، الحامض، الليمون، الكيوي، اي حاجه اللي حامضه نحاولوا نتفاداوها. المطيشه ايضا ردي بالك منها، حتى هي غادي تضرك. وحاولي في الليل الفراش ديالك شويه تميليه، لان غالبا ما كتجهد هذه الحرقه في الليل، لان الانسان ما تيقدرش ينعس على فراش مستوي، خص شويه يتعلى واحد 30 درجه. وحاولي ما تاخذيش بزاف ديال السوائل خاصه في الليل، لان الانسان كياخذ السوائل وكينعس، فهذا الشيء كيسبب في الحرقه الا كان فم المائده شويه محلول. طيب واضحه الفكره، شكرا لك على تواصلك معنا. غناخذوا هانيه من اسفي. مرحبا بك هانيه. كبيره اختي لاباس عليك. الله يبارك فيك لالا، تفضلي. انا يا عندي كنداوي على الغده الدرقيه. شنو عندك فيها؟ خموس في الغده. وعدي الوزن.
وهذا الخمول في الغده واش متبعه عليه مزيان عند الطبيب وكديري التحاليل وكديتي الغده ديالك ولا باقي؟ لا كنتبع مع الطبيبه ديالي ونقص الفيتامين دي. احنا ناكل اللي عنده نقص الفيتامين دي واخا، ولكن واش دابا ملي كديري التحليله مع الدواء واش الغده الدرقيه تقادات؟ تقادات اه. إذا هاد الغلظ ما بقاش عنده علاقة بالغدة الدرقية، غيكون عنده ربما علاقة غير بالماكلة. خصك ولا بدا تنقصي من 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 ليدام وتنقصي من السكر. ملي كنقول تنقصي من ليدام يعني ما غتمشيش للمقليات. إلا كان مثلا طاجين ما تمشيش تغمسي في المرقة، لأن ديك المرقة عامرة بليدام ديال اللحم وليدام اللي تنصب به داك الطاجين. واخا تاخدي الخبيز تاخديه بوحدو بلا ما تغمسي. تفقينا هنية باش شوية تنقصي. حاولي يكون عندك السكر البطيء في كل وجبة، يعني يا إما خبز، إلا ما كانش الخبز معلوم الخبز ديال الزرع ماشي الخبز الأبيض باش يشبعك بلا ما يغلظك. إلا ما كانش الخبز يكون الروز الكامل ولا شي حاجة ديال القطاني، يا عدس يا لوبيا يا بصارة، غير بصل صغيور. إلا كانوا هادو مع اللحوم مع الخضار ما تاخديش معهم الخبز. متفقين؟ باش حتى هما غادي يشدوا لك الجوع على بيد ما وصل الوجبه اللي من بعد. تاكلي ما على 4 ساعات، ما تاكليش ما بين الاوقات، هذه ضروريه. ومتاكلي تنضغي مزيان 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 باش تطولي اولا المده ديال الاكل، وثانيا ما يوقع لكش انتفاخ بسبب الغازات اللي كتكون مترتبه على هذيك الماكله بالزربه، لان يعني كيطيحوا جزيئات كبار في المائده وكيعيطوا على بكتيريات اللي كينتجوا غازات وكتنفخ كتنفخ المسران. الوغ بالنسبه لفيتامين دي، اول حاجه هي الشمس، ولا بد واحد ثلث ساعه ربع ساعه حتى ثلث ساعه اللي ديري الاطراف ديالك في الشمس شي بلاصه اللي فيها الشمس، وبيان سور تحمي الراس ديالك والوجه ديالك من الاشعه ديال الشمس. وتاخدي القرقاع فهو مفيد، والاسماك بحال السردين مزيانين بالنسبه لفيتامين دي، خاصه السردين اللي في العلب. طيب واضحه الفكره. غادي ناخذ خديجه معنا من الدار البيضاء. مرحبا بك خديجه على اصوات. شكرا. عندي واحد سؤال على نظام غذائي بالنسبه للناس المسنين، وعندي سؤال اخر نظام غذائي بالنسبه للزياده في الوزن بالنسبه للناس. بالنسبه لي انا عندك نقصان في الوزن. شحال الوزن ديالك خديجه؟ عندي 55. وفي الطول؟ في الطول 1.64 متر. واخا وشحال تبغي توصلي؟ 60 كيلو؟ انا خصك واحد 5 كيلو اللي تزاد. يس 5 كيلو. واخا وهذا الوزن ديالك من دائما؟ لا 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 ماشي من دائما، كانت عندي واحد تقريبا واحد المده تاع 15 عام كان عندي ميم با 45 كيلو. اذا كنت ناقصه كاع على هذا الشيء؟ لا كنت ناقصه. اها وكيفاش درتي تزدتي هاد 10 كيلو؟ كنت مريضه وخرجوا لي واحد الدواء، كانت نادوا لي واحد الولسيس عنقي وتبعت واحد الدواء. ابخي من وقتعت هذاك الدواء ما بقاتش عندي ديك الشهيه اللي كما كانت. واخا هذا الولسيس كان ديالاش؟ واش كان مرض سل ولا ساقو يدوز ولا اكزاكتومون؟ كان مرض سل. مرض سل. واخا ملي خديتي هاد الدواء مشي تحبسات لك الشهيه؟ ماشي تحبسات، ولكن المهم الحمد لله على المقبل، ولكن ما بقيتش كيما كناكل كيما في هذيك لابيريود تاع الدواء. لان دابا الا تحبسات لك الشهيه شنو كيوقع؟ داك المعده كتصغر كتكمش، دونك عاوتاني خصك تبداي تاكلي كيف كنقول دائما، تاكلي في وقت معين 4 ساعات بالنسبه لك انت غتاكلي اكثر، لان خصك ديري وجبات مخففه ما بين الوجبات الرئيسيه. تاكلي على راس ساعتين ونص هكاك 3 ساعات غو ماكسيموم خصك تاكلي، فهمتي؟ والوجبات ديالك يكونوا مخففه من الزيت، ما تكونش مدومه، لان وجبه اللي كانت غنيه بالهيدان ما غتخليكش تاكلي. غنوليو في مشكل ديال النشوفيه، غنوليو في لا ديزيدغاتاسيون اللي هي خطيره وكتقدر تؤدي الى زعما حاله صحيه متدهوره بزاف. نردو البال. متفقه معك. شكرا. لا شكرا على واجب. مرحبا مرحبا بك معنا خديجه. غناخذ السؤال ديال امينه من مدينه الرباط. السلام عليكم امينه. عليكم السلام ورحمة الله. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الله يسلمك حبيبة، انتم لاباس؟ الحمد لله أمينة. تفضلي يا لالا، شنو سؤالك؟ سلام على الدكتورة الكريمة، الله يجازيك بخير. أنا عندي الحموضة في المعدة ديالي، كناكل بزاف الفجل، واش ما عندوش تأثير على الغدة الدرقية؟ أنا ما عنديش الغدة الدرقية مريضة، غير قريتها في الإنترنت، ما خفت بغيت نسقسي الدكتورة. إذا ما عندكش مشكل ديال الغدة الدرقية ما تخافي من حتى شي حاجة.
ناكلوه بزاف يا الدكتوره. لا ماشي مشكل، عرفت على ود كيبرد عليك داك المشكل ديال الحرقه، ولكن المشكل ديال الحرقه حاولي تبعدي على الحوايج اللي غيديروا لك الحرقه. كيف قلت قبيله سابقا مطيشه بزاف، لان احنا في المطبخ ديالنا كنستعملوها بزاف صلصات وطاجين وهذا، دونك حاولي تنقصي منها. تنقصي مثلا من البزار وسكينجبير حتى هو كيقدر ياثر على المعده، وبالليل حاولي تفادي السوائل. وتناخذ حتى ديك بطاطا القصبيه وبطاطا الحلوه حتى هما مزيانين. بطاطا قصبيه واعره على لي غاز، كتقدر دير لي غاز. بطاطا حلوه مزيانه. شكرا، شكرا على واجب. شكرا. امينه مرحبا بك امينه. دكتوره سناء العناني غادي نواصلوا معكم مع مستمعاتنا ومستمعينا اللي ممكن انهم يتصلوا ويطرحوا كل اسئلتهم على 0522 77 24 24. فاصل ونواصل. مواصلين معكم مباشره على راديو اسواس برنامج حديث مظل ضيفتنا دكتوره سناء العناني، دكتوره في التغذيه وطب التجميل. مرحبا باسئلتكم على 0522 77 24 24. وغادي ناخذ سؤال ديال حنان من قلعه صراغنه. مرحبا بك على اصوات حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام لالا، تفضلي شنو سؤالك؟ سناء لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، معك لمياء حنان، تفضلي. كيداير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لالا. مشرفه كتب انت قلت سناء على شي اسئله. هي معك دكتوره سناء. مرحبا حنان، تفضلي. كيداير اختي سناء لاباس عليك؟ الله يسلمك، مرحبا بك. سالتي اختي انا عندي الغده الدرقيه. شنو عندك عليها؟ يعني قلقا غير هرمونات طالعين. دوكا عندي الدقات ديال القلب، وكتجيني شي حراره الكتفين والدقات ديال القلب بحال داك الشيء ديال القلب في الليل. ومشيتي شفتي الطبيب على الغده الدرقيه؟ لا ما مشيتش اختي. ردي البال، حيت دابا راه ولات كتاثر لك على القلب. القلب عطيني القلب، عطيني الدق، ما بقيت قاده نشقى، ما بقيت قاده الحميان، وداكشي اللي ولا كيشدني في الليل. البارح نط مع 3 ديال الليل والحريق في كتفي وايدي لا يسرى فلوس تقصقص. ما يمكن لكش حنان تبقاي حتى نهار زايد مازال، لان الغده الدرقيه كدير لك كارديو تيغيوز، كدير واحد التاثير على القلب، ما يمكنش تبقاي انت بحال هكا وهي غادي تاثر عليك تاثير قبيح. وواحده اخرى اختي سناء، بحال التنفس ديالي في الليل ما كنبقاش نقدر نتنفس. هادشي كله من الغده الدرقيه حنان، ضروري ما تمشي عند الطبيب. الحليله قال لك الطبيب قال لك راه مقاده. قلتي لي عندك الهرمونات طالعين. ويلي وانا راني متبعه من شهر جوج، هذوك عام وانا متبعه عليا. واخده الدواء، دابا غادي تمشي عند الطبيب ديال القلب باش تشوفي واش ما هبطاتلكش على القلب واثرات لك عليه. واخا حنان. حيت قالت لي عندك العصاب وعندك الغده الدرقيه. ايوا نحيدو بعدا، نحيدو بعدا ما يكونش مشكل عضوي ولا كان غير الاعصاب ديك الساعه حاجه اخرى، ولكن بعدا نحيدو ما يكونش مشكل عضوي. طيب كنتمنى انك اليوم قبل غدا كيف ما قالت لك الدكتوره سناء العناني تمشي عند الطبيب، لانه المساله فاش كتقول لي اعراض بحال هكذا ما يمكن لينا شي نتهاونوا ونقولوا دابا دوز. عفوا غادي ناخذ سعيده من الدار البيضاء. مرحبا بك على اصوات سعيده. كيفاش تبارك الله على بنتي؟ كي دايره مع الصحه كلشي مزيان؟ الحمد لله بنتي، الله يسلمك. كرهت اختي نستشر مع الدكتوره، الله يجازيك بخير. مرحبا سعيده. مرحبا لالا، تفضلي. عندي حبيبتي سرطان الكبد. الله يشافيك، الله يشافيك يا سعيده. امين حبيبه امين. عندي صافي عام دابا مجاني ان شاء الله ربي يشافيك. حرايق لحرايق لحرايق بنتي بزاف عندي، ودرت سكانير قال لي نستقر في بلاصتو. ما مشى الله درت لا مالك الحمد. جيتو على البارح عند الدكتوره سبحان الله قالت لي نستقر في بلاصتو، ولكن الحرقه بنتي وبغيتك التغذيه اللي تعطيني بنتي. الله يحفظك ليا حبيبه. خصك سعيدة تحاولي تاخدي المسائل اللي ما يزيدوش يهيجوا داك الخلايا السرطانية. داك حيتهم الحديدة طالعين، قالت لي طالعين تنخافضوا. خصك ترجعي الماكلة ديال الطاجين، يكون ما مجلش الطاجين طبيعي، تحاولي تبعدي من المعلبات كاملين. تحاولي تاخدي الخبز الكامل، ما تاخديش الخبز الابيض. السكر بصفه نهائيه حاولي تبعدي منه، حتى الفواكه ما تكثريش منهم. فاكهه حتى جوج فواكه في النهار، لان الخلايا السرطانيه كيتنعشوا من السكر. الا حيدتي عليهم السكر راه غادي تساعدي في انهم يموتوا. كناخذ السكر بنتي؟ لا، السكر بحال كتعطيهم القوه، بحال كتقويهم الخلايا السرطانيه. السكر كيساعدهم على التكاثر.
بصح نيت عندك الحق، شكرا الله يحفظك ليا. لا شكرا على واجب. حاولي تاخذي اتاي حبوباتي مزيانين، ولكن ني بلا سكر، الا درتي السكر شي ما قديتيه لانه مضاد للاكسده غادي يعاونك، ولكن لا درتي فيه السكر بحال بطلتي العمل ديالو. نديرو بحال اتاي ونشربو بحال اتاي خويا بلا سكر. بلا سكر شليه بالماء طايب وما تشحريهش، وخوي عليه الماء طايب وشربيه. الله يحفظك ليا. ومناش داك الحريق بنتي كيشدني دابا راني انا الحريق كناخذ داك الدواء مونسكونتان بلا ما نذكروا الاسماء لاله سعيده ديال الادويه. تفضلي. يا حبيبه وشويه دابا وليت كنرتاح شويه. ايوا هذا المضاعفات ديال السرطان كيكون كيعطي هاد الالم هكا، خصك تمشي عند الطبيب ديالك لان كاين ادويه ديال الالم، الا ما نفعتش معاك واحد العائله ديال الادويه يقدر يطلع العائله ما جهد منها باش ما زعما ما كاينلاش تعيشي هاد الالم. هناك ادويه باش كيحيدوا هاد الالم، ترجعي عند الطبيب ديالك باش يقاد لك الدواء. الله يشافيك ويعافيك سعيده ويزيد فرحتك. يا ربي امين ويشافي الجميع. غادي ناخذ حبيبه من القصر الكبير. السلام عليكم. عليكم حبيبه لاباس؟ الحمد لله شكرا. مرحبا لالا تفضلي. عافاك انا بغيت ناخذ واحد السيسته على ولد الام ديالي. اها مالها؟ هي بغات تاخذ ان ريجيم. اها السن ديالها 41 سنه وفي الطول ديالها 162 وكتوزن 93 كيلو. كتاخذ شحال كتوزن سمحي لي يا حبيبه؟ 93 93 وكتشرب دابا حاليا كتشرب واحد دواء الاعصاب خدات مع النورولوج. وكيفتح ليها الشهيه بزاف، هي ديجا كانت كتاكل بزاف يعني كتفطر كتفطر مزيان زعما كتبدا هي الاولى وكتسالي هي الاخرى. وعندها هي عندها مفتوحه دائما. تقدر تمشي عند الطبيب الا تاكدت بان هاد الدواء هو زادها في الشهيه، غتمشي عند الطبيب ولا بد غادي يعطيها دواء اخر اللي ما عندوش هاد المضاعفات. وهي اصلا يعني من قبل عندها شهيه يعني هي دابا غير بحال كدير بزاف الدواء. هي ديجا يعني واخا زعما يكون كتاكل بزاف يعني ما تقدرش تحدث راسها على الماكله. اول حاجه حبيبه ماشي انت اللي غادي تقري في بلاصتها، هي اللي خصها تكون عندها الاراده. عندها الاراده ولكن ما كتقدرش تقاوم قدام. وخصها تعاوني، الا ما قدتش بوحدها تمشي عند الطبيب. راه ولا بد حداكم غادي يكون شي طبيب اللي يقدر يساعدها في الامر، ما بوحدها صعيب عليها. ولا الا كانت تنط البرنامج ديالنا راه تبارك الله شحال الناس غير بالسمع وتبعوا وضعافوا وعندنا الشهادات ديالهم. ممكن الا كانت تنضبط وتنضبط بوحدها ممكن، ماشي ما غاديش تنقص كل شيء دقه وحده، غادي تمشي تدريجيا يعني الا نقصت غير جوج ما بين جوج اربعة كيلو في الشهر فهذا ممتاز. هذا هو الوتيره اللي غادي تمشي بها. سهله غادي تنقص شويه بعد غير الخبز ما تبقاش تاكل فيه بزاف، غادي تولي تاكل 50 حتى 60 غرام في كل وجبه، وتحاول تنقص من اللي دام ثلاثه المعالق الزيت في النهار، تبعد من السكر السريع، الفواكه ما يتخادوش مع الوجبات يتخادو خارج الوجبات، جوج ثلاثه الفواكه في اليوم، وما تاكلش حتى تشبع. هادو هما النصائح اللي نقدر نعطيها، والا تمشي عند الطبيب اللي غادي يعطيها بروغرام اللي كيكون مقعد كل نهار شنو غادي تاخذ واللي غتكون كتشوفه مره في الاسبوع. طيب واضحه الفكره حبيبه. الله يشافي الام ديالك. غادي ناخذ اسماء من الدار البيضاء ومن بعد رجاء. السلام عليكم اسماء. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك لالا تفضلي. الله يبارك فيك. الله يخليك. بغيت نسول طبيبة على عندي خويا عنده 28 عام وضعيف بزاف، هو عنده في الطول ديالو متر و76 وهو ضعيف يعني داك الطول بقوة ما هو طويل كيبان ضعيف وديجا هو راه ضعيف. كيدير رياضة أسماء؟ ما هو خدام شوية، الخدمة ديالو متعبة حيت كيخدم كيسيير نهار كامل وواقف والماكلة عنده ما مصابناش. هو تيكني انا بغيت نعرف واش هذاك عام لانه يخلي ما ياكلش مزيان وضعيف ولا غير هو عارف. ما عندكمش الضعف في العائله غير هو بوحدو اللي ضعيف؟ لا غير هو بوحدو. ومن ديما كان ضعيف ولا تبدا هذه الخدمه؟
وملي كان صغير كان عنده مشكل ديال كان كياكل غير الذره، كان عنده هذاك حتى في سنه كان كياكل غير الذره وهذاك ديال الجلوتين. الجلوتين اها. ومن بعد ملي دار 16 عام قال لي خاصك تاكل كل شيء، حيت هو ما كانش كياكل الفورس ما كان كياكل حتى شي حاجه. وصحته يعني ضعيف بزاف، وانا كنشوف هاد الايام كياكل الشوفان كيديروا عصير شوفان اللوز وكركاع كيدير فيهم الحليب والبنان، ولكن هو باغي يغلط باغي يبان شويه صحيح حيت كيبان ضعيف بعدا. اول حاجه خصو يشوف واش هاد الحساسيه للجلوتين مازال ولا ما بقاتش، هذه بعدا هي اول حاجه. حيت الا كانت عنده الحساسيه للجلوتين وهو كياكل المسائل اللي فيها الجلوتين فهادشي غادي يدير ليه اسهال، واخا ياكل شنو ما كان ما عمره ما غادي يغلط. ولكن دابا ملي كنمشي عند الطبيب كيقول لي صافي دابا خاصك تاكل كلشي فهمتي. ولكن الحاله هذه ملي كانت عنده 16 عام اللي قلتي لي قالها له الطبيب، دابا راه عنده 28 عام يعني ولا بدا خصو يمشي عند الطبيب الجهاز الهضمي ولا خصو يمشي لعندو ويستشر معاه باش يشوف باش يدير تحاليل او ثاني عاود ويشوف واش باقى الحساسيه للجلوتين ولا ما بقاتش. وخصني نعرف واش باقي فيه الاسهال ولا لا. حيت الا كان الاسهال ما كاينش الاسهال. الا كانت غير بحكم ان الخدمه ديالو متعبه وعنده ان ستريس ربما اللي ما كيخليهش ياكل، وتا الا كان داك الستريس براسو كي كي كيستهلك طاقه، فهاد الشيء يقدر ياثر على الوزن ديالو. يا اما يتبع عند الطبيب اللي غادي يتبعو كل اسبوع يعطيه بروغرام اللي غادي يوالمو ويبقى غادي معاه بشويه بشويه حتى يوصل للمبتغى ديالو. بالنسبه ليه هو الزياده خاصها تكون ديال نص كيلو في الاسبوع. فهمتي جوج كيلو في الشهر الا زادها مزيان. يبقى كي ياكل على راس ساعتين ونص ولا ثلاثه الساعات ولا بد، خصو الماكله تكون عنده بالوقت، وخصو كيف قلت سابقا ما ياكلش ليدام لان ليدام عسير الهضم ما غاديش يخليه ياكل الماكله اللي مزيان. هو تياكل ليدام وتياكل في الوجبات السريعه ما غاديش يقدر. اولا ما كيستافدش منهم لان ما فيهمش كلشي، ما كاينش خضروات ما كاينش فواكه ما كاينش شي حاجه اللي تنفعوا في البنيه ديالو. خصو هو ينمي العضلات ديالو باش ينميهم. ملي كتاكلي وجبه سريعه جيتي تشوفي راه البروتينات اللي فيها ضئيله جدا ما يمكنلكش تعولي عليها. فيها اكثر ليدام من حتى الا كانت كفته ولا هذا راه غتلقاي فيها اكثر الشحمه ما فيها ديال البروتينات. صافي كنعسما ولا بدا خصو يقاد الماكله ديالو، الماكله تكون ديال الدار من الاحسن، ويكون كياكل باوقات معينه. وبالنسبه للكارو وهذاك الشيء يعني ما عندوش علاقه. حتى الكارو يضعفوا، الا كان كيكمل الكارو هو غادي ياثر ليه غادي يضعفوا ويحبس ليه الشهيه. صافي. وبالنسبه للشوفان واش ما عرفتش الشوفان انا كنسمعوا تضعف، هو تيقول لي لا راه سولت عليه كيغلط ما عرفتش شنو. الشوفان شوف الشوفان ما كيضعف ما كيغلط، الا كثرتي منه غادي يغلطك الا كيف اي حاجه اخرى. وما غاديش يضعفك زعما ماشي حيت غاتاخدي الشوفان غادي تضعفي. باش تضعفي راه خص الانسان يتبع حمية وخصو يدير تمارين رياضيه وخصو بزاف المسائل باش يضعف، ماشي غير الشوفان بوحدو اللي غادي يضعف. لا طيب واضحه الفكره. غالبا غيكون مشكل ديال الارق والتعب ما ديالو، وانه ما تياكلش مزيان كياكل كيف قلتي وجبات سريعه ديال الزنقه السريعه، فاكيد ما غيكونش كياكل مزيان وربما كياكلهم ما تيدخل الدار ما تيعاودش ياكل. طيب غادي ناخذ السؤال ديال اسماء من الدار البيضاء. مرحبا بك اسماء. اسماء السلام عليكم. الو السلام عليكم. غادي ناخذ رجاء. اسماء هي اللي كانت معنا قبيله. معك سيدة رجاء. مرحبا رجاء. مرحبا. قبيلة كانت معنا أسماء وأنا كنقول ليها رجاء. ماشي مشكل بحال بحال. كنشكركم بعد على هذا البرنامج الشيق اللي كنستافدوا منه. شكرا لك رجاء حيت أنت معنا. ربي يخليك. راه سيدي دائما كنبغي نقبض الخط ساعه ما كيتقبضش ليا، اوغوزمون اليوم تقبض. ولكن حنا بقلوبنا ديما معكم وانتم ديما معنا، راه بكم باش حنايا حاضرين وبكم باش حنا واقفين. مرحبا رجاء. انا عندي 54 سنه. عندي الطول متر و 62 وعندي الوزن 81. انا المشكل اللي عندي هو الكرش.
الكرش تندير ريجيم ونضعف نضعف 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 من وجهي، ولكن الكرش ما كتبغيش. كي كديري لهاد الريجيم رجاء؟ انا كنت متبعه عند واحد الاخصائيه ديال الحميه ومن بعد ملي ما بانت لي حتى شي نتيجه وانا نحبس. دابا تندير غير لا مارش سيتو، ما وليت حيت العشاق نهائيا من غداتي حتى الفطوري ديال الغد. بحال كديري صيام متقطع؟ اي من الغدا كنفطر ونتغدى وصافي حتى الغد عاد كن. تقسيمي تبعتي حميه بحال هكا؟ لا مازال يلاه بديتها. شحال هادي الوقت باش بديتي؟ يلا بديتها سيمانه وعاود رجعت حيت مع صفقت الافران رجعت عاود بديت ناكل ناخذ العشاء. دابا ندخل ان شاء الله وعاود لكن انا نظري يا رجاء الا غديري شي حاجه ديري شي حاجه اللي غتستمري فيها في الزمان كيف ما كان الظروف ديالك. يعني غادي نفطر وغادي نتغدى وناخذ وجبه خفيفه في العشيه وغادي نتعشى. فهمتي العشاء خصو يكون خفيف بزاف، يعني غادي تكون غير شي شويه ديال الخضره، يا اما خضره مسوطيه يا اما سلطه يا اما شوربه، ونزيدوا معها يا بيضه يا غنزيدوا معها واحد 80 حتى 100 غرام ديال سدير ديال الدجاج ولا الحوت ولا فواكه البحر الا كانت متواجده، ونخليو جوج على اكثر تقدر ثلاثه المرات في الاسبوع اللي غادي يكونوا عندي النشويات، يا اما لي بات ولا الروز ولا حريره ولا حسوه ولا شي حاجه بحال هكا، ما نكثرش منهم جوج ثلاث مرات في الاسبوع فقط. نتفادى الفواكه في الليل لان كيف كنقول لكم فواكه في الليل راه كيغلظوا، ماشي نقول ما غناكل والو غناكل غير الديسير. وديما كولي ما تقلبيش على الشبعه، حيت دابا 81 كيلو معناتها ان المائده ديالك باقي خصها تصغر بالنسبه للطول ديالك. باش تصغر ما تبقيش تعمريها، يعني ماشي ناكل حتى نشبع، باقي فيا ما نزيد نهز يدي باش كتساعدي المائده انها كتصغر. وماشي اون فوا غادي نسافر صافي غادي نتطلق وما نبقاش نحسب، دائما كناكل بعقلي. ماشي دابا علاش ماشي كناكل شي حاجه مغلقه بحال هكا خضره سوتي ولا لاسوب ولا حريره ولا شويه ديال لي بات. كنتي كتاخذيه بحال هكا ما تخافيش، حتى لي بات الا بغيتيهم ما يغلظوكش لي بات ما طيبيهمش، ديري ليهم الماء كثير باش ما تزيديش فيهم الزيت في الطياب، ما طيبيهمش حتى يترخاو باقي فيهم النضغه شي شويه ما باش ما يطلقوش النشا ديالهم بزاف وما كيطلعش مؤشر السكر ديالهم بزاف، ما تكثريش منهم وتاكليهم مع الخضار، ما تاخديهمش مع اللحوم. في الليل ديك لاصوص بولونيز نتفاداوها، ما نخلطوش الكفته مع 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 لي بات، يا اما خضره يا اما فواكه بحر. صافي رجاء واضحه الفكره. شكرا بارك الله فيك. مرحبا مرحبا رجاء، اهلا وسهلا بك رجاء وبكم مستمعاتنا ومستمعينا. فاصل ونواصل خليكم معنا. مواصلين معكم برنامج حديث ومغزل مباشره من راديو اصوات ورفقتها دكتوره سناء العيناني، دكتوره في التغذيه وطب التجميل. دكتوره سناء عندنا سؤال ديال خديجه من مدينه فاس اللي كتقول لك فين ممكن نلقاو السكريات البطيئه من غير لي بات؟ غنلقاوها في الرز، غنلقاوها في البطاطا، غنلقاوها في الحبوب الكاملة، الخبز، غنلقاوها في القطاني، العدس، اللوبيا البيضاء، الفول السوداني، البصارة، هادشي كله غنلقاو فيه السكر البطيء. طيب، عندنا أيضا سؤال ثاني ديال أم غزلان من مدينة تارودانت كتقول لك عندي طفلة باقا ما كملاتش سنتين، واش ممكن نعطيها جميع أنواع الفواكه أو لبعض الفواكه اللي خصني نتفاداها بحال مثلا الفريز؟ لا ممكن ما كاينش مشكل، ولكن خصها غير ترد البال. الفريز كيقدر يعطي حساسية، دونك تعطيه لها إلا دار لها الحساسية ترد معاه البال. عندنا سؤال آخر ديال إيمان من مدينة سلا كتقول لي أنا إن شاء الله مقبلة بقات لي ثلاثة ديال الأسابيع ونولد، وبغيت نعرف ربي مسعود والله يفكك على خير إيمان. آمين يا رب. وكتقول لك إيمان شنو هي الأغذية اللي غادي تنفعني وتعطيني الحليب؟ قالوا لي النافع، السردين مشوي، لي زيبينار، والجزر، وخصني نشرب الماء بشكل كبير، والحلبة أيضا. بغيت نعرف الرأي ديال الدكتورة سناء العيناني.
تنظن بان ايمان راه عندها الجواب الكافي والحلبه ترد معها البال انا تقدر تغلدها ولكن بالنسبه للنافع والسردين فهما ممتازين للحليب والسمك بصفه عامه تكثر منه في هاد الايام الاخرى ديال الحمل ان شاء الله. الله يفكك على خير ايمان وخذي شربي الماء بكثره لانه هو اللي كيطلع الحليب. وارتاحي يا ايمان منين تولدي خصك تبعي الريتم ديال البيبي ديالك حيت غالبا ما المراه ملي كتولد كتولي كتديها في هذا جا الناس يباركوا وهذا وتبارك الله العائله كتكون مجموعه وكتعب بزاف المرضع مع العلم ان الا ما ارتاحتش فالحليب ما كيقدرش يطلع فهو ولا بد ايمان ترتاحي الحمد لله دابا الله يفكك على خير ايمان والى الى تبعتي هذه النصائح ان شاء الله كل شيء يدوز على ما يرام. وحاجه اخرى ايمان بالنسبه للرضاعه خصك تكوني جالسه مزيان البيبي ديالك هو اللي يطلع عندك ماشي انت اللي تكفي عليه وزعما بحكم التجربه الا لقيتي شي كرسي اللي فيه لي زاكودوار داك علاش تحطي يديك فكيكون مزيان لانك تقدري ديري واحد المخده تحت منه وكتهزي التريبيال عندك باش ما كتكفيش انت عليها. حتى الا كنتي انت جالسه مزيان فالرضاعه كدوز وخصك تثقي وتكوني متيقنه بان هذا شيء طبيعي ولا بد غادي يطلع الحليب خصك ديريها في راسك لان بعد النوبات كاين شي نساء هما كيديروا ان بلوكاج غير بوحدهم مع انها من زعما شيء طبيعي ان الحليب كيطلع وترضعي وليدك ولا بنيتك الله يفكك على خير ايمان ان شاء الله. والراحه مهمه جدا كيف ما قلتي دكتوره سناء وتنعس مزيان لانه حتى قله ديال النعاس كتعطيها التوتر كتعطيها هذا القلق واخا كاع يكون الحليب الام تيكونش عندها الخاطر انها ترضع فالراحه والله يفكك على خير ايمان. شكرا لك دكتوره سناء العناني على كل النصائح ديالك الرائعه كالعاده واللقاء كيتجدد بك الاسبوع المقبل. ربي يخليك لمياء وتبقي على الف بالف خير. شكرا لله يخطيك. شكر موصول ايضا لك عبد الرحيم حبيش.